بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الأحزاب سنة الله، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: وجعلنا لهم أزواجا وذرية، لما أثنى على الرسل. والمقصود أن النكاح يحصن به العبد عن ماذا؟ لما جاء الإسلام كان الحال في مكة على ثلاثة أضرب في جماع الرجل للمرأة: شيء يسمى المسافحة، وشيء يسمى اتخاذ الأخدان، وشيء يسمى النكاح. فأما النكاح فهو المعلن، كما أن النبي عليه السلام تزوج خديجة، وهذا قبل الإسلام. وأما السفاح فهو الزنا في الجهر، بمعنى أن الرجل لا يتوخى امرأة بعينها، إنما يأتي للنساء اللواتي شغلن بالبغاء فيزني بهن. وسمي سفاحا بلغة القرآن لأن الرجل لا يبالي أين سفح ماءه، أين صب ماءه، فسمي سفاح. وأما الخدن فالمراد به الصديق، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى. فيتخذ المرء امرأة بعينها يزني بها سرا وتسمى صديقة له، وهذا كان موجودا في الجاهلية. الله جل وعلا يقول: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وهذا في الذبائح لا في مطلق الأطعمة، لأن الأطعمة تنقسم من حيث العموم إلى قسمين: قسم تدخله المحاولة الصنعة، وقسم لا تدخله محاولة الصنعة. فأما الذي لا تدخله محاولة الصنعة مثل الفاكهة فلا يضر أن يتملكها أي أحد، ولا علاقة لها بالدين، لا يضر أن يتملكها أي أحد ولا علاقة لها بالدين. غرسها مجوسي، غرسها يهودي، غرسها مسلم، غرسها نصراني، لا يتعلق بها محاولة الصنعة. وطعام تتعلق به محاولة الصنعة، وهو على قسمين: طعام تتعلق به مع محاولة الصنعة من غير تذكية، كأن يجعل الدقيق خبزا وأن يجعل العنب عصيرا، فهذا لا يتعلق به شيء في الدين، صنعه اليهودي، صنعه المجوسي، صنعه الوثني، يؤكل ويشرب. أما ما يتعلق به التذكية فهذا لا يجوز إلا من ذبائح أهل الكتاب. قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا عام أريد به الخاص، أي أريد به الذبائح. قال جل وعلا بعدها: والمحصنات من المؤمنات. ما معنى محصنات؟ عفيفات، تريد بالزواج أن تحصن نفسها من الزنا، لا تريد بالزواج شيئا آخر. والمحصنات من النساء، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن، دليل على أن تقديم المهر أولى. ثم قال جل وعلا، وهذا موضع الشاهد: غير مسافحين ولا متخذي أخدان، أي لا تأتون السفاح ولا تأتون ذوات الأصدقاء. من هذا يفهم أن الإسلام حفظ للأمة ما يدفعها أن يقضي الإنسان وطره من غير معصية. الحضارة المعاصرة الغربية جاءت بالاثنين المنهي عنهما شرعا، وهما الزنا المقنن في دار البغاء، وجاءت بذوات الأخدان كما هو معروف في الغرب كله. مما يحتاط له المؤمن أن الحضارة المعاصرة يشترك فيها فريقان في غالبها، ولنقل الحضارة الغربية: اليهود والنصارى. والأصل أن اليهود والنصارى غير متفقين، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. لكنه لما ظهر المذهب البروتستانتي مؤخرا وجدوا أن الطريقة إلى ظهور المسيح حسب زعمهم أن لا بد أن تمكن دولة يهود من وجه، والأمر الثاني لا بد أن تشيع النصرانية في بلاد المسلمين. فنظروا إلى أنه إذا أشيعت النصرانية في بلاد المسلمين
غلبت يهود في أرض فلسطين هيأ ذلك لظهور المسيح، فكان العمل كله على إعلاء هذه الأمور. يقول ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق: إن تحالف المؤسسات السياسية مع إسرائيل أكبر وأقوى من أن يكتب على الورق، وهذا ظاهر لكل أحد. هذا كله ثمة من يبثه، سواء من أهل الكفر أو ممن ينتسب إلى الإسلام أو ممن هو مسلم لكن غلب عليه الفسق، ويبث ليل نهار ولا يكاد يجهله أحد. هذا حال يحتاج مثل هذا الخلق المشين إلى أن يقاوم بخلق رفيع، وهو أنه يبث دين محمد صلى الله عليه وسلم. جاءوا للناس فجعلوا من التعدد أمرا مشينا غير محبب، وأذنوا ورغبوا في أن يتخذ الإنسان ما حرمه الله، والله يقول: غير مسافحين ولا متخذي أخدان. أخرجت المرأة من خدرها، طولبت بترك حجابها، إلى غير ذلك من أمور شتى. وإن كان الأمر ليس على إطلاقه، فليس كل من دعا إلى أمر يظنه من وجهة نظر فقهية صحيحة عنده أنه من هؤلاء القوم، لأنه تبقى أعراض المسلمين محفوظة ولا يتهم أحد جزافا في معتقده أو في ملته أو في فكره أو في رأيه لأنه خالفنا في شيء. فليس العاقل من يرمي بالتهم جزافا ويكلف نفسه في الآخرة من التبعات ما لا يطيق، لكن العاقل من يخبر الناس بالأمثل، يخبر الناس بما هو الصواب. والمقصود أن الله جل وعلا لما ذكر أهل الطاعات قال: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، من ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قال بعدها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فأصبح اتباع الشهوات مقصود أسمى للغرب الحديث، حتى يفر الناس عن دينهم ويستبدلونه بغيره، فيتحقق في زعمهم ما يريدون، وهذا أمر لن يكون بأمر الله. المقصود ينبغي أن يبث خلق العفة في الأمة، وأن يكون الإنسان عفيفا رجلا كان أو امرأة. وهذا يتأتى بأن الإنسان يسعى أولا في بيان كيف أن الله حرم تلك الفاحشة. قال الله عن الصديق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء العشق، والفحشاء الزنا، عياذا بالله من الاثنين. ويعرف فضل غض البصر، ويعرف فضل حفظ الفرج، ويعرف عاقبة الزنا عند الله. روى ابن أبي الدنيا، وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن في مثل هذه الأحوال يغفر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. وقد قلت إن الحديث في سنده ما فيه، لكن في مثل هذه الأحوال قد يقبل شيئا ما، وإن يعني لا يلزم الإنسان برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الإنسان يوطن نفسه على أنه يبتعد عن كل سبيل أو طريق يدفعه إلى فاحشة الزنا أو غيرهن من الفواحش مما يجل المقام عن ذكرها. فهذا من أعظم الأخلاق التي تنشأ عليها الأمة ويربى عليها الصالح. كما أنه ينبغي أن يعلم أن من طرائق معالجتها ألا تعلن ولا تثار. وعند أبي داود بسند صحيح من حديث معاوية رضي الله عنه: إن من تتبع الناس يريد أن يفسد عوراتهم تتبعه الله. فالعاقل لا يتتبع عورات الناس، وإذا سمع شيئا من هذا لا يكثر من قوله ولا نقله في المجامع، ويبقى الظن الحسن بالناس هو المهيمن
وأي طرائق من هذا يمكن معالجتها سرا عن طريق المؤسسات المخولة بهذا، وأولها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.